يسعدنا النهاردة أن يكون معانا ضيف لأول مرة وشخص عزيز تعرفت عليه في فترة قريبة، لكن شخص حلو من جوه. معانا المستشار أمين نظمي المحامي، خادم بكنيسة ماري جرجس الأوللي ومسؤول في جمعية الصليب الأرثوذكسية بالأوللي. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. من رساله القديس يوحنا الرسول الاولى الاصحاح الاول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رايناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه، فان الحياه اظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كامل. وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابن يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا، والمجد لله دائما أبديا أمين. الذي كان من البدء، في ثلاثة بدء مذكورة في الكتاب المقدس. في سفر التكوين أصحاح واحد بيقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. هنراجع الآية مع بعض عشان هنطلع منها الثالوث الأقدس. في البدء خلق الله السماوات والأرض، كانت الأرض خربة وخالية، على وجه الغمر ظلمة، روح الله كان يرف على وجه المياه. وقال الله، القول الإلهي هو الكلمة. في البدء الثانية موجودة في إنجيل القديس يوحنا أصحاح واحد وعدد واحد: في البدء كان الكلمة. بعض الناس تقول كانت، طبعا غلط، وهنقول ليه غلط. في البدء كان الكلمة، رغم ان الكلمة مؤنث منتهية بته مربوطة، لكن يقول كان. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. يعني ايه الكلام دوا؟ يعني في البدء كان يسوع المسيح، ويسوع المسيح كائن فالله، لأن يسوع المسيح هو الله. نستخلص من الآية دي بحقيقة إن يسوع المسيح ليس نبي صلى الله عليه ولا سلم ولا الكلام ده كله، ولا هو رسول من عند الله، ولا هو ملاك، ولا هو رئيس ملائكة، لكن هو ذات جوهر الله. عشان كده يقول في البدء كان يسوع المسيح، ويسوع المسيح كائن فالله، لأن يسوع المسيح هو ذات صفات جوهر كل الله. طب جبنا الكلام الأخير ده منين؟ عبرانيين واحد. في عبرانيين واحد يقول إن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة
كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه. من هو ابنه ده؟ الذي هو بهاء مجد الله. أسأل فين بهاء مجد الله؟ في المسيح يسوع. فين بهاء الله؟ فين مجد الله؟ فين قوة الله؟ فين قدرة الله؟ في المسيح يسوع الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره. فين جوهر الله؟ في المسيح يسوع، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فين قدرة الله؟ في المسيح يسوع. يبقى المسيح يسوع هو بهاء الله، مجد الله، قدرة الله، ذات الله، كلمة الله، روح الله، كل الله. يبقى هو الله. يبقى احنا لما بنسجد بنسجد لمين؟ لله. هو ارتضى أن يحتجب ويتوارى في جسد أخذه من سيدتنا وملكتنا القديسة العذراء مريم، بلا عيب، بلا دنس، بلا خطية، بلا شهوة، وتراءى لنا في الصورة التي نستطيع أن نألفها وندركها ونستوعبها. إيه الصورة دي؟ صورة بشريتنا. عظيم هو سر التقوى. الله ارتضى أن يتجلى في صورة البشر. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. يعني في البدء كان يسوع المسيح، ويسوع المسيح كائن فالله. لأن يسوع المسيح هو الله، في يسوع المسيح اللي هو الله الحياة الأبدية لكل إنسان. أين نأخذ الحياة الأبدية؟ أين المكان؟ يعني أين المكان؟ من أين أولد أنا؟ من بطن أمي. طب ومن أين أولد الوالدة التانية روحيا؟ من بطن أم الكنيسة في المعمودية. يبقى المكان في المعمودية. أنا اللي اتولدت من الله في المعمودية، محتاج أعيش إيه يا جماعة؟ الإيمان العامل بالمحبة. ما ينفعش أقول أنا اتولدت من الله، يعني لو جبنا طفل وعيشناه في أوضة مخلخلة من الهواء وما ادينوش أكل ولا ادينوه ولا كسيناه ولا ادينا له مية وكده يعيش ينمو ويكبر يموت. أهو بالظبط، أنا المولود من الله بالإيمان إن الله يسوع المسيح ابن الله. إيه معنى هنا كلمة ابن؟ معنى كلمة ابن مش معناها تكاثر وتناسل، أمال معناها إيه؟ معناها إنه هو الحامل كل الله في هذا الناسوت. معنى كلمة ابن هو الحامل لجوهر الله في هذا الكيان البشري. يعني الكيان الناسوتي المأخوذ من العذراء حال فيه كل ملء اللاهوت جسديا. زي ما قلنا عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. الله أرانا ذاته في صورة صورتنا. ليه؟ لم يظهر في صورة نبات ولا جماد ولا طيور ولا دواب ولا زحفات، لكن ظهر في صورة البشر، لأن هدفه خلاصي أنا. يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. طب معنى كلمة يسوع يعني إيه؟ إيسوس يعني الله مخلص. إيسوس دي الله؟ مش هي دي عيسى؟ بس اتعربنت. عيسى بقت إيسى بقت إيسوس، اللي هي أصلها إيسوس. أنا آسف، هي أصلها إيسوس، اتعربنت بقت إيسى وبعدين بقت عيسى. الله، يعني كل مرة الإنسان غير المدرك لما يقف ويقول عيسى، يعني بيقول يا الله المخلص. بالظبط كده، زي المسيح لما يقف يقول يا عمانوئيل، معناها يا الله معانا، الله حوالينا، الله فينا. ايوه، عشان كده احنا ايماننا بالله مش ببشر. احنا ما بنعبدش بشر، احنا بنعبد الله في اتضاعه تراءى لنا في صورتنا. ليه يا رب عملت كده؟ قال انا عملت كده لان انا كلي محبه. طب يا رب انا خاطي، نجس، عندي شهوه جسد، شهوه عيون، شهوه تعظم معيشه. يقول لكن انا
لأن الله محبة. لأن الله محبة يعني مش هتبص لي في حالتي وأنا قبيح اللسان وأنا ببغض وأنا حاقد وأنا ناقم وأنا فيا كل العبر، يقول أبدا. طب يا رب أنا مش قادر أبطل، يقول اللي فيكم محتاج قدرة وقوة يطلب من أبي الأنوار الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. يعني يا رب مش قصدك جاي تعاتبني على الخطية وقصدك ترميني في النار الأبدية، لا طبعا دي مجعولة لإبليس وجنوده. أمال قصدك إيه؟ قال أهو كده وبس، وأنا ما فياش حاجة تتحب. هكذا أحب الله كل إنسان في الكون، كل إنسان وغير المسيحيين واليهود والدروز والسود كل إنسان في الكون. ليه؟ لكي لا يهلك. خلي بالكم، كل من يؤمن به. طب أنا اتولدت في أسرة مسيحية لكن مش مؤمن. في مرة تانية هنتكلم عن موضوع الإيمان في 3 أو 4 حلقات، لأن ده موضوع كبير. يبقى النهاردة بنتكلم بس عن التعرف بالله أو الإيمان الاختباري. الإيمان الاختباري، إيه الإيمان الاختباري ده؟ إن الله بيحبني. هكذا أحب الله كل إنسان. ولكن هنحط خط أحمر، لا 100,000 خط أحمر تحت الكلمة الجاية، لكي لا يهلك كل من يؤمن به. مسيحي مولود في أسرة مسيحية ورافض الإيمان، رايح جهنم، النار المتقدة، البحيرة المتقدة بنار وكبريت اللي هو الموت الثاني. ما عدا المسيح المؤمن، رايح المؤمن مش المسيح الاسمي ولا المسيح، وده برضه هنتكلم عنه في مرة تانية، ومش مسيح مظهري، المسيح الحقيقي. يعني ايه مسيحي حقيقي؟ يعني قدر يسمع صوت قرعات الروح القدس على قلبه. الآية اللي هنقولها النهاردة يوحنا 1:12، رؤيا يوحنا 23، أنا واقف على باب قلبك أقرع. إن بكامل إرادتك، لا 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 لما الله يريد، لا دي شماعة مكسورة. الله أراد وأعلن إرادته في الصليب في المسيح يسوع. الله لسه مش هيريد، ده هو واقف بكامل إرادته ومقدم الخلاص ليا. أنا دوري أقبل وأعيش الخلاص والنعمة اللي أخدتها، ودوري بإرادتي أرفض، ودوري بإرادتي أعيش الإيمان وألهك في ناموس نهارا وليلا، ودوري بإرادته من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، ودوري بإرادتي أركع وصلي له واظبه على الصلوة، ودوري بإرادتي أرفض، ودوري بإرادتي أجلس في مجلس المستهزئين، ودوري بإرادتي أرفض يعني أهمل الإنجيل، ودوري بإرادتي أهمل الأسرار، ودوري بإرادتي أهمل الاعتراف، ودوري. فالمسألة ما بقتش إرادة ربنا، لا، إرادة ربنا قال في الصليب قد أكمل، تم في الصليب عمل الله الكفار الكامل. الدور بقى دوري أنا. عشان كده يوحنا 1:12 بيقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اللي هو زي ما اتفقنا إيه؟ ليس نبي ولا رسول الله ولا نبي من عند الله، ولا هو ملاك ولا رئيس ملائكة، لكن هو الله اللي ارتضى أن يحتجب في ناسوت بلا عيب ولا دنس، أخذوا من سيدتنا وملكتنا القديسة العذراء مريم، وتراءى لنا في الصورة التي نستطيع أن نألفها وندركها ونستوعبها، ليصنع. ليه عملت كل ده يا رب؟ ليصنع بنفسه خلاصا وتطهيرا لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل يكون لكل من يؤمن به الحياة الأبدية. يبقى حياة الله فينا بناخدها فين؟ في المعمودية. ونعيشها فين؟ بالإيمان. طب بالإيمان فين؟ بالإيمان يا جماعة
في تنفيذ الوصية. عشان كده يقول ايه؟ وفينا موسى الله تلهج نهارا وليلا فتكون كالشجرة المغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه ورقها لا يذبل. كل ما نصنعه باسم يسوع ينجح. ليس كذلك الأشرار، الأشرار كالعصافة لا تزريها الريح، لذلك لا نقاوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار. بالإيمان في الوصية، بالإيمان في الأفخارستية. يعني إيه؟ اداني جسد ودمه. يوحنا 6 54: من يأكل جسدي ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير. يوحنا 6:56: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. من يأكلني يحيا بي. أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. كل من في جميع العصور والأجيال يأكل جسد الرب ويشرب دمه ينتقل من الموت إلى الحياة، ومن الهوان والعبودية إلى حرية مجد أولاد الله. عشان كده أين نأخذ المسيح؟ من أين نولد؟ ثانية، من المعمودية. طب أنا تعمدت بقى عربة زي ما أنا عاوز وعيش شتام حلاف لعان كذاب. لا، أسفين، إن ما قبلتش المسيح وعشت بالإيمان العامل بالمحبة، النعمة والبركة زي بالظبط. عارفين إيه؟ واحد اتولد لقى ابوه ملك كبير عظيم، حرس ويا وران وحاجات كده، ايه، رائعه الجمال، سلطان. وبعدين يقول له: بابا انا مش عاوز اعيش معاك يا بابا. قال الجاهل في قلبه: الله موجود لكن ليه مش عاوزه. هتعيش فين يا ابني؟ هعيش عند عمه، اسف اللي هقوله، عند عمه بتاع البكابورت اللي تحت اللي بينزح كنيفه ده. حد يسيب المسيح ويروح يبيع الإيمان؟ حد يسيب المسيح ويروح معرفش يعمل إيه وينيل إيه؟ حد يسيب المسيح وينكر رب المجد الله الظاهر في الجسد؟ ده خبلان جوه المخ. عشان كده يقعد الأب يقول له: يا حبيبي أنت ابني، أنا بحبك، كل اللي تطلبه هديهولك، أنا مستعد أسعدك. ولكن بريق العالم، بريق الشهوات، بريق الكلمات المعسولة، لحد بس ما يخش جوه القفص ويلاقي الذبح والإبادة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لترهبوا إرهاب. إيه ده؟ مال فين الكلام الدبلوماسي الشياكة الجميل؟ لا، ده ضحك على الدقون. ده كده بيعملوا بيه حاجات كده تانية. عشان كده مهم جدا جدا ما نكرهش حد، بس لازم نحاذر مش بس على أنفسنا، وعلى بناتنا وعلى أولادنا وعلى اللي لينا، علشان خاطر نقول له كده: نجينا من الدماء يا الله. قديس يوحنا هنا حب يوصل لنا النهاردة درس اسمه الإيمان الاختباري. بيقول في إيه؟ قال إن رب المجد يسوع الأزل الأبدي الله يسوع المسيح الذي كان من البدء عاوز يدي كل حد فينا، يديله ايه؟ قال عاوز يديله اذان روحية تسمعه، وعاوز يديله عينين روحية تراه، وعاوز يديله بصيرة ومشهد ان صورة المسيح ما تروحش من قدام عينين قلبي الداخلية. يعني عاوز يخلق فيا اذان تسمعه في قلبي، وعاوز يخلق فيا، يخلق فيا عينين جديدة تراه، وترى مشيئته وخطته، عاوز يديني حواس مقدسة تتلامس معاه. طب ازاي؟ قال من جهة كلمة الحياة. وفينا موسى الله يلهج نهارا وليلا فيكون كالشجرة المغروسة عند مجاري المياه. وفي سفر يشوع أصح 1 يقول: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه
نهارا وليلا فتكون كالشجرة المغروسة أيضا عند مجاري المياه. وفي بطرس واحد، بطرس واحد 19، أنا مش متذكر أصح واحد ولا اثنين، 19 يقول إيه؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح المضيء في قلوبكم. كل ما هنقعد مع كلمة الله، كل ما القشور، كل ما القيود هتتفك، كل ما الربط هتتحل، كل ما القشور اللي على العينين الداخلية وعلى الودان هتدوب وتزول، ويبقى في أذان تسمعه وعينين. هو حد يقدر يرى الله؟ طب ليه احنا مش شايفينه؟ عشان طبيعته. طب وهي ايه طبيعته؟ روح. طب هسأل نفسي سؤال، هو انا بشوف روح نفسي؟ روح اللي جوه جسدي انا بشوفها؟ الاجابة لا. طب انا بشوف روح انسان قاعد قدامي؟ الاجابة لا. طب حد فينا بيشوف روح الميت لحظة خروجها من الجسد؟ الاجابة لا. لكن كل عاقل مميز فينا يقول ده في الروح وده فرقة الروح، فالروح موجودة لكن غير منظورة. إذا كانت أرواحنا اللي جوه أجسادنا ما بنقدرش نشوفها، ولا أرواح اللي لينا لحظة خروجها ما بنقدرش نشوفها. في يوحنا 4:24 يقول الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. الله يا جماعة روح، عشان كده مش بنشوفه. طب يقول مبارك الله أبا ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. يبقى بركات الله إيه؟ روحية. عطايا الله إيه؟ روحية. كل شيء يخص الله روحاني روحي. هو عاوز يخلق فيه عينين إيه؟ روحية. أذان إيه؟ روحية. ده مشيئة الله بالنسبة لي إن أنا مكنته بكامل إرادتي. يوحنا 1:12 أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. عشان كده يحكي ويقول القديس يوحنا في الاختبار بتاعه، قال اللي رأيناه بعنينا، اللي شاهدناه، اللي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، هو ده اللي احنا جايين نبشركم بيه. احنا مش جايين نقول وعظة، ولا جايين نقول تعاليم، ولا جايين نقول درس. احنا اختبرنا شيء جميل وجايين نتكلم عنه. ايه هو الجميل ده؟ ان الله نور وليس فيه ظلمة البتة. طيب انا شتام لعان حلاف كذاب، انا بقى ابن ربنا، ده انا بالأمارة متعمد، وانا كمان بروح الكنيسة وبتناول وساعات بعترف، واحيانا كل فين وفين بقرأ في الانجيل. رايح انا رايح الجحيم من غير ولا ملين، فوق البيعة كده. ليه؟ لان كل اللي بعمله اعملنا توب عتة. يعني ايه؟ يعني في فرق بين ثلاث حاجات. في فرق بين ايه؟ ثلاث حاجات. في فرق بين عمل الناموس، وده لما نفتح انجيل متى اصحاح 23 من عدد 13 لاخر الاصحاح، يقعد يقول لهم تعشرون النعناع والكمون وتنصرفوا عن اثقل عن الوصايا، مش عارف تعملوا ايه للبعوضه وتهتموا تاكلوا تسيبوا البعوضه وتاكلوا الجمل، وقعد يقول لهم كلام كتير عن أعمال الناموس. وبعدين قال لهم إيه؟ أعمال الناموس دي، خلي بالكم معايا ده موضوع مهم، أعمال الناموس دي أنا برفضها عشان ما حدش يخلط ما بين الأعمال والأعمال والأعمال. هو في ثلاث أعمال؟ في أعمال الناموس دي مالها؟ مرفوضة وممكوتة وملعونة ومش هيقبلها المسيح مننا. نعمل زي النمكيين، ربنا مش عاوز كده. امال عاوز ايه يا رب؟ طب انا هعمل لك شويه اعمال صالحه. يعني ايه؟ ان لقيت حد غلبان اديله قرشين،
ان جه الصيام في وسط الزحمه صوم، ان معرفش ايه اخش جوه الزفه في الكنيسه. طيب وان حصل اي حاجه بشريه؟ لا طبعا، بالجسد اشتغل، بشري انسان، يبقى اعمال الجسد مالها؟ مرفوضه كمان، يعني اعمال الناموس مرفوضه وملعونه، امال اعمال الجسد مرفوضه وملعونه برضو. امال ايه الاعمال اللي قالها الروح القدس في رساله يعقوب يا جماعه؟ قال ايه؟ قال ارني ايمانك بدون اعمالك، اما انا فاريك باعمالي ايماني. اعمالي اللي هي ايه بقى؟ بصوا معايا الايه دي، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع ربنا. خلوا بالكم، لاعمال صالحه سبق فاعدها من قبل تاسيس العالم. اتاري في اعمال ربنا خلقني من اجلها، مش اعمل اللي على كيفي، مش اعمل اللي في مزاجي، انا عاوز اعمل مشيئتك. عشان كده قال لما تصلوا قولوا لتكن مشيئتك ليكن عملك فيا كما في السماء كذلك على الارض. ما مشيش على جدر راسي حسب مزاجي انا، ما ينفعش، والا كان عمل غير المسيحي يوصله السماء. ما في ناس غير مسيحيين مؤدبين وطيبين واصحابنا وبنحبهم وناس كل ظراف ولطاف، لكن اعمالهم توصل السماء؟ لما هنيجي نتكلم عن موضوع الايمان هنكتشف ونشوف ان ما فيش دخول السماء الا مش للمسيحي، للمؤمن بالمسيح يسوع ربنا كرب واله ومخلص. طب وغير المسيحي؟ مسكين. طب والمسيح الاسمي؟ مسكين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ليس باحد غيره الخلاص، يعني ما فيش اسم تاني تحت قبة الكون كله به ينبغي ان نخلص الا اسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد، الله ابن الله، اللي هو زي ما قلنا حامل الذات الالهية، الصفات الالهية، الجوهر الالهي، كل الله. عظيم هو سر التقوى، الله تراءى لنا، ظهر في الجسد في صورة نألفها ليصنع بنفسه خلاصا وتطهيرا. الخبر المفرح يا جماعة مش ان بس الله هو الحياة، النقطة التانية والمهمة، وفي نقطة تالتة ونختم. النقطة التانية ان الله نور وليس فيه ظلمة البتة. ان قلنا ان احنا بنعمل شوية أعمال صالحة وإن إحنا كويسين وإن إحنا طيبين وإن إحنا ذوق، كل دي ده الحد الأدنى للإنسان، مش هقول للمؤمن. الحد الأدنى إن الإنسان لازم أن يكون مؤدب ولازم أن يكون تريجنتي ويكون مهذب، مش الحد الأدنى إن إحنا نتخانق ونشبه، ده شغل همك، شغل حوش، شغل ناس متوحشة. لكن الناس المهذبة ده الحد الأدنى. أما العلاقات، اما العلاقه مع الله مش علاقه حد ادنى، ده احنا بنبقى سمائيين روحانيين عايشين في السماء واحنا على الارض بالجسد، قلبنا مرفوع في كلوسي 3 يقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الارض. واحد يقول لأن اهتمام الأرض عبارة عن، واحد يتكلم عن حاجات كتيرة، إلا إن الخبر المفرح الثاني أو الخبر مفرح عرفناه إن المسيح هو الحياة. الخبر الثاني إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أننا نسلك في النور وإحنا في قلبنا خطية نبقى إحنا كذابين وليس الحق فينا. طب أعمل إيه؟ بصوا يا جماعة في مرحلتين. المرحلة الأولى الاعتراف. طب اعترف ازاي؟ ادخل مخدعك، اغلق بابك، صلي لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي في الخفاء يجازيك ايه؟ علانية. طب وبعدين؟ اجي الأب اعترافي،
إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل يغفر لينا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. تاني، من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها مش وبس ويتركها. لأن كتير أصل أنا يا ابونا بعمل وبعمل وبعمل، طب يا ابني أو طب يا بنتي بالسلامة ربنا معاك ويقرأ لنا التحليل. لا، إن ما حصلش فعل الترك للخطية اللي فينا مش قادر، أنا مش قادر، أنا مش بقدر، أنا جت فترات اللي كان يزعلني عاوز أجيبه تحت رجلي، واللي كان يعمل موقف لازما مش إيه ده؟ طب هي دي أخلاق مسيحية؟ طب مش قادر، أجل المسيح واسجد له وأقول له أنا مش قادر. من منكم محتاج قوة يطلب من أبي الأنوار الذي يعطي الجميع بسخاء وهو لا يعاير؟ مش هيقعد يقول لي يا خاطي يا شرير يا اللي وقعت في الخطية يا اللي كررتها، مش هيبص لخطاياي. لم يعاتبني على الخطية، أمال جاي لي يا رب؟ قال عشان ألبسك حلة بيضة نقية، توب البر والقداس، البسوه الحلة الأولى، خاتم في يده، ده معفن، ده جاي كله ريحة خرنوب خنازير، ده جاي مش غسل سنانه ولا بقه وحالته منتنة، ده جاي كله قذارة من ريحة الخنازير، ومع ذلك يحتضنه، ومع ذلك يؤمر بتحمله يتحمى يستحمى، ومع ذلك يؤمر بأنه يلبس الحلة الأولى ويلبس الخاتم بتاع الملك. إيه ده؟ إيه ده؟ طبعاً ده عمل إلهي، محدش ليه دور فيه ولا حدش. أنا عمال أقول لنفسي، مرة قلت لنفسي الكلمة دي، لو كان الخلاص يا ناس في إيدين الناس لكانوا منعوه عننا. ده بيتحكموا في بق المية ونسمة الهوى النهاردة. طب لو كان الخلاص في إيدين الناس، أشكرك يا رب لأن خلاصك عطية مجانية وبيعتك مفتوحة لينا على مر العصور والأجيال، ومذبحك وجسدك ودمك الأقدسين وإنجيلك بين إيدين. يا رب ما نستاهلش، يا رب يا رب سامحنا، يا رب يا رب اغفر كل ذنوبنا. عشان كده لازم نفرح لأن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا إن إحنا في النور وسلكنا في الظلمة نبقى إحنا كذابين وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو يطهرنا من كل إثم. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا. تعجبني، عارفين في العبارة دي كلها كلمة ايه؟ كل، كلمة كل، يطهرني من كل خطية. يعني يا رب ما فيش خطية تقف قدام دمك، كلية جامعة مانعة، فيش ولا خطية تقف قدام دم المسيح إلا خطية إنكار المسيح طبعا، واللي عاوز ينكر المسيح عشان شهوة نكسة ولا علشان حرامي ولا زاني ولا كذاب ولا عشان أي قذارة، عشان شغل أبلسة، شغل شياطين. عشان كده يقول الكتاب هنا إن دم المسيح يطهرنا من كل خطية. طب ودم المسيح اللي على المذبح هو دم المسيح اللي سال على الصليب. عشان كده قدس أبونا في الآخر يقول إيه؟ أؤمن وأعترف أن هذا هو الجسد، الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد، والجسد حقيقي ودم حقيقي لعمنه إيه إلهنا، جسد حقيقي ودم حقيقي. يعني هو ده اللي سال على الصليب جسد ودم حقيقي؟ أيوة. هو ده اللي كان يوم الخميس الكبير؟ أيوة. هو ده اللي كان يوم الجمعة العظيمة؟ أيوة. هو بذاته وبكامل صفاته. عشان كده من يأكل جسد ويشرب دمي له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. من يأكل جسد ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. من يأكلني يحيا بي. كده عطايا إلهية بلا حدود. ولذلك يقول ودم يسوع المسيح ابن يطهرنا من كل خطية. إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن قلنا أننا لم نخطئ
نجعله كاذبا وحاشا. انا اكذب والدنيا كلها تكذب، لكن رب المجد يستحيل، السماء والارض تزولان لكن حرف من كلامه لا يزول. وكلمته، ان قلنا ان احنا مش خطائين ومش ضعفة ومش يبقى كلمته مش فينا، يبقى احنا مش كويسين. الله يعطينا نعمة ان نثبت فيه وفي كلمته وفي جسد ودمه الاقدسين، ويكون لينا شركة حقانية معاه في المخدع وفي الاعتراف، علشان نبقى بنين وبنات لله في المسيح يسوع بالحقيقة، ولإلهنا المجد إيمان أبديا. أمين.